حذر مجلس النرويجي للاجئين من تداعيات خطيرة لأزمة الجفاف المتراكمة في العراق، ما قد يعرض ما يزيد من 7 ملايين مواطن عراقي إلى خطر الإصابة بالمجاعة نتيجة الجفاف الذي سيضاعف خطره خلال فصل الشتاء المقبل بسبب تراكم تأثيرات الجفاف. وأشار إلى دمار ما يزيد من 400 كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية خلال الفترة القصيرة المقبلة، مع توقعات بانخفاض قدرة العراق على إنتاج الغلل الزراعية إلى النصف مع نهاية الموسم الحالي، مضيفا أن العراق سيواجه انهيارا كليا في قدرته على إنتاج المياه الضرورية للشرب والزراعة، وبالتالي انهيار قطاع إنتاج الغذاء بشكل كامل، ما سيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر مما عليه الآن.